اشترى مدفن خاص بيه هو ومحمود الخطيب. كان نفسه يعمل كلية النادي الأهلي وتوقع موته قبل 11 دقيقة من وقوعه في النادي الأهلي. خالد العمري شقيق العمري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي بيكشف كواليس الساعات الأخيرة وصندوق أسرار العمري فاروق. ظهر خالد العمري الشقيق الأكبر العمري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي السابق مع الإعلامي محمد شبانة. كشف عن العديد من الأمور والأسرار الهامة في حياة العمري فاروق وكواليس الساعات الأخيرة. فيا ترى قال إيه؟ هشام العمري شقيق الراحل العمري فاروق قال إن العمري قبل فترة من وفاته كان بيتكلم مع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي واتفقوا إنهم يشتروا مدفن مع بعض يكون خاص بيهم، وزي ما كانوا مع بعض في الحياة يكونوا بعد عمر طويل مع بعض وفي مكان واحد. هشام العمري أكد إنه بالفعل العمري فاروق اشترى الأرض وعمل المدفن الخاص بيه بمحمود الخطيب رئيس الأهلي، وقال إن الاتنين هيكونوا جنب بعض، الفاصل بس الجدار بين مدفن العمري فاروق ومدفن الخطيب. هشام العمري قال إن العمري فاروق كان قبل ما يموت متوقع إنه خلاص مش هيكون معانا وبيودع الدنيا، وقال قبل وقوع العمري فاروق في النادي الأهلي ب 11 دقيقة كنت بكلمه في التليفون كان باين عليه التعب. وقتها في حد في النادي قاله إن مالك يا عمري وشك بيقول إنك تعبان. فرد العمري وقال له بالنص أنا حاسس إن النهاردة آخر يوم ليا في النادي وبكرة هيكون آخر يوم ليا في الحياة. بالفعل وقع العمري فاروق في النادي الأهلي ودخل في غيبوبة لغاية ما توفى في المستشفى. وكشف خالد العمري مفاجأة جديدة خلال فترة تواجد العمري فاروق في المستشفى وقال آخر عملية عملها العمري كان فايق وبيتكلم والدكتورة بتجهزه للعملية اتكلمت معاه وكان متجاوب معها، وآخر كلام قاله قبل ما يدخل العملية وآخر كلام لي في الحياة أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله. خالد العمري قال إن الفترة الأخيرة للعمري في المستشفى كان بيتحسن بشكل كبير، لكن فجأة مات وهو كان صعبان عليه نفسه بسبب اللي حصل له وتأثر نفسياً، وكنا بنوري له تعليقات جمهور النادي الأهلي على السوشيال ميديا وكان بيبكي من حب الجماهير لي. خالد العمري كمان قال إن العمري فاروق كان بيحلم إنه يعمل كلية النادي الأهلي ومدرسة النادي الأهلي الرياضية، وكل ده كان في الخطط بتاعته. وكمان قال بإن العمري فاروق كان بيحلم إن قناة الأهلي تظهر بكذا لغة منها العربية والسواحلية، وكل ده كان بيتخطط له علشان ينفذه وكان هيتعمل. وقال خالد العمري إن الراحل صالح سليم أول واحد قال عن العمري إنه هيكون حاجة كبيرة في البلد في يوم من الأيام، وقال كده لأعضاء النادي بعد خسارة العمري للانتخابات في أول مرة يترشح فيها. وكشف العمري بإن أول مرة ترشح فيها العمري فاروق تحت السن في النادي الأهلي مستقبل آخر بفارق 200 صوت، وقعد يبكي بعد النتيجة وراح عدلي القيعي واتكلم معاه وبيقول له انت بتعيط ليه؟ قال له عشان انا خسرت. فرد عليه عدلي القيعي وقال له لا انت كسبت يا عمري ما خسرتش لانك كنت بتنافس لوحدك ومفيش قايمة والمستقبل ليك.